السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الأحداث الكبرى بيكون في اختلاف في الحياة، واختلاف في طريقة التفكير، واختلاف في التصميم. على سبيل المثال، بعد الحرب العالمية الثانية وجدنا اختلاف في طريقة المواصلات، في طريقة التواصل، أصبح في التصميم نفسه مختلف، فأصبح في اختلاف كبير جدا عن الحياة قبل الحدث ده وبعد الحدث ده. ومثلا لو مسكنا كوليرا بعد ما عصفت بأوروبا، وجدنا اختلاف كبير جدا في طريقة التصميم للصرف الصحي واهتمام بالنظافة واهتمام بالتصميم للصرف الصحي والصرف والمواسير والحاجات دي كلها. برضو لما حصل حريق في شيكاغو، كان حريق نتيجة بقرة اسمها دولي ولعت في العشة بتاعتها، فالحريق خد المدينة كلها معي في شيكاغو، وكان حدث رهيب جدا. فعملوا كان من ضمن الاسباب اللي اتعمل بسببها الكود ال NFPA، بدا في اهتمام بالاكواد بتاعه الحريق ان الموضوع ده ما يتكررش. وفي مصر برضو حصل حريق في مدينه نصر مول، اسمه مول الحريه، ونتج عن كده ان في بعض الناس ماتت اختناقا، فبدا اهتمام بالكود ومسارات الهروب وتجديد عليه. فكل حدث بيحدث بينتج عنه ان في اعاده تفكير واعاده للتصميم، وليه ما يكونش فيه حاجة أفضل من اللي موجود حاليا. طيب دلوقتي مثلا بسبب اللي حصل دلوقتي، بدأ ناس كتير تتجه لموضوع إن هما الاجتماعات تبقى أونلاين، أو الشغل كله يبقى من الهوم، وتتبادل المعلومات كلها من الهوم، والنت يساعد والتكنولوجيا الحديثة تساعد. والحمد لله بما ربي عملنا لقاءات كتيرة جدا مع ناس كتيرة أفاضل كلها من خلال الإنترنت، ناس كتير استفادت منها من غير ما حد يتنقل من مكان لمكان. فليه ما نصممش الشركات بحيث انها تكون موجوده اونلاين، ما يكونش فيه مقر فيه 200 300 مكتب، لا يبقى ممكن كله 3 4 مكاتب مثلا. ليه الاجتماعات ما يبقاش كل واحد في مكانه؟ فبالتالي هنقلل الزحمه بتاعه المواصلات. لو جزء كبير من الشعب اتجه الموضوع ده، هتلاقي مشكله كبيره اتحلت في موضوع المواصلات. ده نقطه. موضوع مثلا الفنادق، ان يبقى فيه هول كبير بحيث الناس كتير بتسجل وكده، كل تسجيل بقى اونلاين، فتبدا تخف الزحمه ويبدا يخف الحاجه المساحه كبيره. وكذلك في الجامعات، ليه احنا نقعد مثلا في قاعه كبيره ما دام ممكن تبقى اونلاين؟ الحاجات اللي لازم تبقى عملي تبقى عملي، والحاجات اللي تبقى اونلاين تبقى اونلاين. فنلاقي ان في اختلاف كتير جدا. طب من ضمن الحاجات دي تصميم المدن. هو دلوقتي بدا يتجهوا لايه؟ احنا مش عايزين واحد يروح من مكان لمكان بعيد خالص عشان يشتري حاجه او عشان خدمه معينه، احنا عايزين تبقى في مدن، كل مدينه فيها الخدمات الذاتيه بتاعتها، فيها الطعام، فيها الحاجات بتاعت الاعتناء، مثلا حلاق، في مثلا مكتبه، في حدود مثلا بالسياره مثلا 15 دقيقه، تمام، اماكن، بحيث ان ما يقعدش كل شويه مثلا عايز خدمه فمش موجوده فيروح مدينه تانية. فتبقى مجموعه من الكامباوند كل واحد فيها الخدمات بتاعتها، وتقدر تروح الخدمه بتاعتك فمساحة قريبة، مبقاش فيه مسافات كتير بتقطعها، فده يؤدي ان يبقى فيه اختناقات مرورية. وده ناس كتير بدأت تتجه للموضوع زي دوت، لان هم ده لقوا ان ده هيقلل التكدس وهيقلل انتشار الفيروس. عايزين نقلل الاسواق اللي في الشارع ديت، ليه ما يبقاش من خلال الانترنت ان امكن الاسواق اللي هي بيبقى فيها زحمة. طيب ليه احنا متكدسين؟ يعني احنا في مصر مثلا احنا متكدسين على 5% من مساحة الدولة، تلاقينا مركزين على الشريط بتاع النيل بالذات عند القاهره مثلا، في تكدس، وتلاقي في اماكن كتيره جدا مفيش بشر نهائي. هو ممكن بسبب ان مفيش خدمات في الاماكن ديت. فدي نرجع بقى للموضوع تاني خالص، الا وهو ان الافضل ان الدوله هي اللي تقسم ولا التصميم العشوائي. ده ليه مزايا وده ليه مزايا على فكره، مع ان المفروض اقول ان التصميم العشوائي كله عيوب، بس ده فيه مزايا وده فيه مزايا. والافضل ان الدوله تحط الخدمات وتقدم الخدمات وتساعد على ان الناس تروح للاماكن اللي هي بره التكدس، الاماكن الجديده، ويبقى فيه امتيازات لكده. وممكن هي تبدا تقسم وتسيب الناس مثلا هم يبنوا او كذا، اي حد يحيي ارض ميته فتبقى ياخدها ببلاش، تمام، يكفي ان هو هيصرف عليها وهيعمل فيها خدمات، فالناس تيجي تبني حواليه. زي مثلا البارون اللي هو في مصر الجديده، لما جه بنى القصر بتاعه وعمل المنطقة اللي حواليه، بدأ يبقى في مدينة كاملة موجودة حوالين القصر دوت. فاحنا محتاجين
النظام اللي هو ايه، بلاش كلمة كمباوند بأسوار، لا بلاش أسوار لأن مفيش، مش عايزين نعمل يوتوبيا، بس تبقى في مدن فيها كل الخدمات، بحيث ان انا ما اضطرش كل شوية اروح لمكان بعيد. فبكده نقلل الزحمة ونقلل التكدس ونقلل ان يبقى فيه زحمة ويبقى فيه انتقال للفيروس، يبقى مثلا يبقى فيه مسافة بين كل شخص واخر. طبعا انت ممكن اصلا تصمم الكراسي اللي موجودة في الحدائق والمنتزهات بحيث يبقى فيه مسافات بينهم شوية، ما بقولش ان هي بعيدة عن بعض، بس يبقى فيه مسافة بينهم بحيث ان هي تقلل انتقال الفيروس، وتسمح ان لو حد اتكلم من التاني يسمعه، بس يبقى فيه مسافة بينهم صغيرة. طبعا لازم يكون فيه تشجيع للمشي، ان يبقى فيه طرق خاصة للمشاة، لان الرياضة بتخلي في مناعة قوية عند الانسان. فدي تخمينات للي هيحصل بعد كده، بس انا واثق ان هو هيبقى فيه المنهج نفسه بتاع التصميم والاكواد بتاع التصميم هتختلف، بحيث انها تبقى اكثر قدرة على مقاومة الفيروسات، المدن تبقى فيها مقاومة ذاتية للفيروسات، وكذلك المنازل. ده دور المهندس، يعني المهندس والطبيب كل واحد فيهم بيقاوم الفيروس بطريقته. لو احنا صممنا المنزل كويس، احنا بنصمم بيوتنا وبيوتنا بتعيد تصميم حياتنا.